تحريق واستهداف لمنظومات الكهرباء وانقطاع للتيار الكهربائي في عدد من المحافظات. العراق بلا كهرباء. وثقت مشاهد من العاصمة بغداد غرقها بالظلام بسبب انقطاع في التيار الكهربائي يوم السبت الماضي. الانقطاع كان بسبب حريق في محطة البكر التحويلية الثانية في البصرة تسببت في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية والوحدات التوليدية بمحطات الانتاج، مما عرض المنظومة للإطفاء التام دون معرفة ما هي الأسباب وراء هذا الحريق. محطة البكر بمحافظة البصرة باح اشتعلت بها نار. شنو السبب؟ احترقت، ما نعرف لحد الآن أكو تحقيق. ساعات قليلة على المشكلة ليضاف لها استهداف خط كهرباء في صلاح الدين بعمل إرهابي على عدد من الأبراج لنقل الطاقة بعبوات ناسفة أدت إلى سقوط 3 منها لتزيد من معاناة أزمة الانقطاع. يليها حريق في محطة كهرباء جميلة شرق العاصمة أنهى موضوع عودة الكهرباء. هسه يقول للمواطن زين أنا هسه تدابيرك شنو؟ تدابير ورا ساعتين رجعت الموضوع. وزارة الكهرباء قالت أنها أعادت عمل المنظومة خلال ساعتين وأن الكهرباء عادت بشكل تدريجي، إلا أن المواطنين لم يلمسوا هذه العودة في كثير من المناطق ببغداد وغيرها من المحافظات إلا في اليوم التالي. لم يبقى الوضع على حاله، بل أعلنت القوات الأمنية عن إبطال 15 عبوة ناسفة كانت معدة لتفجير خط صلاح الدين حديثا. وبعد هذه الأعمال التخريبية، هل تعود منظومة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي؟